مجتمعنا في واحد يكون ثلاثة أشخاص مصاب بالسمنة، وأنا كنت أعاني من المشكلة. بعدها بفترة قررت أوقف وقفة حازمة مع نفسي وغير أسلوبي، وزي ما قدرت من خلال الرياضة إنه غير حياتي، حبيت أشارك نفس هذا الشيء مع غيري. ولأن التكنولوجيا الحديثة سمحت للكل بالتواصل والتفاعل بكل سهولة عن طريق السوشيال ميديا وين ما كان، دفعني هذا الشيء أنا وزميلي نأسس برنامج على اليوتيوب نسميه على الإنسان.